ازيك يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكون بخير. توقعات برج القوس ليوم التلات واحد نوفمبر تشرين الثاني 2022. انت النهاردة محبوب ومتفائل، ده هيخليك مثالي جدا لحياتك، وروح الحفلة تعتبر قدامك بشكل كبير. بالنسبة ليك النهاردة اجواءك ودية، هتبقى قادر علشان تزدهر من غير اي عناء، عندك روح مشاركة واضحة جدا. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعاتك العاطفية هيكون يومك ده عاطفي جدا بعد عودتك بشكل غير متوقع مع شخص ما من فترة طويلة كنتم منفصلين. ممكن تبقى بداية انفتاح جديدة في علاقتك مع شريكك بشكل أفضل من اللي كان عليه قبل كده. بالنسبة لك النهاردة مهنيا يا قوس، هتنهي كل اللي انت بدأته في اليوم اللي فات، هيخليك ده تبقى أكتر رضا عن نفسك، هيساعدك علشان تفهم وتقوي وتتماسك اجتماعيا، ما تبقاش بمفردك وتتواصل بشكل أفضل من الأيام دي. بالنسبة لك النهاردة يقوس، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 نوفمبر ل 2 ديسمبر. الهواء النهاردة فيه شغف وفائض جدا من الطاقة، خليك حريص انك تكون شديد الحماسة وانك تاخد القرارات دي بسرعة كبيرة، لانك ممكن تندم على ده بعد كده. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التانية مواليد 3 ديسمبر ل 12 ديسمبر. النهاردة الشغل والمزاج الحلو في انتظارك بشكل كبير، هتكون حابب تستمتع بده بمباهج كتيرة في الوجود، هتظهر بيها قدرتك على انك تحضر وترتكب اي مبالغ تندم عليها بعد كده. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 ديسمبر ل 21 ديسمبر. انت دايما مليان بالطاقة والفرح في حياتك، هتكون حابب كل حاجة وعلى الفور. هحذرك من تجاوزاتك وشغفك اللي ممكن تخليك ترتكب كتير من الأخطاء، حاول تدير زخمك بشكل كبير وواضح. القمر النهاردة هيبقى في برج الدلو، ده برج إنساني جدا، أخوي جدا، عاطفي جدا، هيبقى بيسيطر علينا بشكل كبير. أفكارنا هتبقى مفاجأة ورائعة جدا، لكن هنلاقي شوية عناد فيها.